فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الفرق بين أن يحب الإنسان أن يثني عليه الناس وبين ما ورد في الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن؟ لا، هو ما يحب هذا، لكن الناس يثنوا عليه، تردهم لا يثنون عليك، ما تردهم، لكن أنت لا يكون في قلبك حب لهذا ولا تطلع إلى هذا، فإذا أثنوا عليكم هذه بشرى المؤمن. نعم.